نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة هل يسمى كافرا؟ نعم يسمى كافرا، يعني يكون كافرا عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول إذا ترك الإنسان صلاة واحدة عامدا حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكون كافرا، وعلى هذا القول يكون الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة كافرا. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسمى كافرا إلا إذا ترك الصلاة نهائيا، فهذا هو الذي يكون كافرا لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، وبين التعبيرين فرق. ولكن مع هذا نقول إن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا الجمعة يخشى عليه من زيغ القلب، وأن يستدرجه الشيطان حتى لا يصلي الجمعة. هذا إذا كان الإنسان الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة إذا كان مقرا بفرض بقية الصلوات، أما إذا كان لا يعتقد أن الفرض عليه إلا صلاة الجمعة فهذا لا شك في كفره من أجل جحوده لفرضية الصلوات الخمس. نعم. أحسن الله إليكم.